يمكن كلنا متابعين بشكل كبير السنة دي درجات الحرارة المرتفعة. كلنا ملاحظين الصيف السنة دي مختلف عن أي صيف يعني أتى قبل كده. الجميع يعني خبراء الأرصاد الجوية بيأكدوا أن هذا الصيف هيكون أصعب حبتين. يعني إحنا في الحقيقة ما بنلحقش نخلص موجة حارة حتى تبدأ موجة تانية شديدة الحرارة. أقول لك هذه الموجة تأتي من شبه الجزيرة العربية، هذه الموجة تأتي من الصحراء الكبرى، هذه الموجة تأتي من ليبيا، ولكن في النهاية زي ما بيقولوا كده والأول مرة بنشوف ظاهرة غريبة اسمها ظاهرة التحام الموجات، موجة فوق موجة فوق موجة بيخلي الجو أشد حرارة. الجو من أول أسبوع فيه ارتفاع ملحوظ جدا في درجات الحرارة، الشمس وسط النهار بنلاحظ إنها بتكون أكثر صعوبة، هيئة الأرصاد بتقول إن شاء الله إن شاء الله يعني على بداية الأسبوع الجاي هتنكسر هذه الموجة الحارة. يعني عايزة أقولك أنا من الناس اللي بتحب الصيف جدا، لكن السنة دي أول سنة أحس إنه يعني لا أنا بحب الشتاء أول سنة يعني. ما هو ده مش صيف، وحتى الشتاء ما بقى الشتاء مثلا حقيقي، لكن الموجات الحارة قوي دي للأسف بتأثر على أصحاب يعني الأمراض المزمنة يعني حقيقي. نتمنى أن الموجة دي تتكسر وتكون الأجواء صيفية لطيفة، لأن الحقيقة ارتفاع درجات الحرارة بيأثر على كل حاجة، بيأثر على يعني أي حد عنده أمراض مزمنة، في ناس ما بتستحملش الحر بيحسوا بإرهاق شديد وده اللي بيسموه الإجهاد الحراري. يمكن اتكلمنا في حلقة امبارح عن أضرار الحر وأضرار إن إحنا لو مش مضطرين فننزل في وقت يعني الحرارة اللي هي من 12 ل 3 ده، بالذات الناس اللي بتعاني من أمراض القلب والضغط بيأثر عليهم تأثير سلبي. فنتمنى أن الموجة دي يا مصطفى تتكسر بسرعة يعني إن شاء الله ما تستمرش كتير. ده حقيقي جدا. يمكن أنا كنت قريت ورقة كانت بتتكلم أن عام 2024 هتوصل فيه معدلات الحرارة أو حتى هتكسر حاجز 1.5 درجة مئوية. 1.5 درجة مئوية ده اللي احنا اتكلمنا عنه في COP27 ان هو من ايام الثورة الصناعية، يعني على سبيل المثال الجو دلوقتي المفروض يبقى 30 درجة مئوية، لا ده هو هيزيد 1.5 درجة، وده طبعا هيأثر على الكوكب كله. الأرصاد هيئة الأرصاد البريطانية يمكن أكدت وقالت ان هو ممكن يوصل ل1.4، لسه ما وصلش ل1.5، ولكن احنا في ارتفاع غير طبيعي. أوروبا نفسها فيها موجات حرة شديدة، الإجهاد الحراري وصل لبلدان أوروبية ما كناش بنلاحظ إن ده ممكن يحصل فيها. علشان كده ضروري جدا إننا نتجنب قدر الإمكان التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخصوصا في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 4 عصرا. الناس اللي شغلهم في الشارع يا جماعة، أو الناس اللي شغلهم في مناطق مكشوفة، ريت يكون معاهم أي غطاء للرأس، كاب، الصعايدة يلبسوا مش عارف ايه، اي حد يعني يحاول يبعد بشكل كبير اشعة الشمس ان هي يعني يتعرض لها مباشرة، وده طبعا طبقا لنصائح الاطباء. دايما النصائح الطبية في الاوقات دي بتبقى الحرص على تناول السوائل والمرطبات خلال فترات النهار، لان الجسم بيفقد كميات كبيرة من المية والأملاح الأساسية الضرورية لوظائف الجسم، فطول ما أنت حريص على شرب المية بكميات كافية هيمنع إن شاء الله إن شاء الله الإصابة بالجفاف أو التعرض لمشاكل صحية. كمان دكاترة القلب بينصحوا دايما أصحاب مشاكل الشرايين التاجية إن هم يعني ياخدوا معاهم زي فوطة كده ساقعة يحطوها على منطقة الرقبة في خلال لو مضطرين يعني إن هم ينزلوا في أوقات الحر، لأن الجسم سبحان الله ربنا خلقنا كده بوظيفة داخلية، الجسم بيسقع نفسه بنفسه، بلاش نشرب مية ساقعة فجأة بتلج، أو بلاش إن احنا ننزل تحت المية المتلجة مرة واحدة ونعمل شوك لجسمنا، ناخد يعني نفسنا كده وإحنا بنشرب المية لو ساقعة بس من غير تلج. طبعا مهم جدا لو نقدر نقعد في مروحة أو تكييف أو نبعد عن درجات الحرارة والصهد اللي بتسببها درجات الحرارة المرتفعة. خلوا بالكم من نفسكم، إن شاء الله درجات الحرارة دي تنكسر بسرعة، ودي موجة حارة الفترة الجاية بإذن الله هتبقى أخف، حتى لو في موجة تانية إن شاء الله هتعدي على خير. خلوا بالكم من نفسكم، والنهاردة لو أنتوا خارجين يعني ما فيش داعي إن احنا نتعرض لأشعة الشمس لو مش مضطرين ليها. مرة تانية بنصبح لحضراتكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.